فضيلة الشيخ بارك الله فيك، يكثر في بعض القرى المساجد صغيرة لا تتحمل إلا صف أو صفين أو ثلاثة، فربما يكون صاحب هذا البيت عنده عشاء أو غداء، وليمة عشاء أو غداء لا يسعهم هذا المسجد لضيقه، فهل يصلون في الحوش عنده أو في المجلس الكبير الذي يسعهم؟ إذا ضاق المسجد عن أهله، هذا يسأل هو، إذا ضاق المسجد عن أهله فهل يصلون في الحوش اللي جنب المسجد؟ نقول لا، إذا ضاق المسجد عن أهله يصلون ولو في الشارع، وذلك من أجل أن تتصل الصفوف، لأنه لو صلى في البيت ما صار مع جماعة في الواقع، فيصلون ولو في المسجد من أجل اتصال الصف. كل الجماعة يصلون في البيت؟ لا لا، لا يصلون كل الجماعة في البيت، يصلون في المسجد، ما وسعهم المسجد فهم في المسجد، وما ضاق عنهم فهو في السوق. طيب إذا ما في مجال، في مجال، ما في مجال، الشارع خطر، تجيهم سيارة. السيارة على كل حال إذا رأت الناس في الشارع سوف تهدئ، أو يجعلون علامة مثلا حولهم برميل ولا إشارة ولا. نعم.